في البداية بحب أشكر أخي وزميلي الفاضل الدكتور أحمد علي عبيد الله على التنظيم الرائع الجميل المالتي ديسيبلينري الحقيقة، وأنا أبديت له إعجابي من أول ما قال لي الفكرة، وهو مش عارف بصراحة قاصد إن هو يعمل اليوم دوت في شهر مارس اللي هو فيه الانترناشنال وومن داي، ولا هو عاملها كده هو فين أصلا مقصودة. بس أنا عايزة أقول بقى إن إحنا صلى الله عليه وسلم احتفل بينا من 1400 سنة وعمل لنا يوم عالمي لما قال استوصوا بالنساء خيرا فصلوا عليه وسلموا تسليما. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن حاجه تشالنجينج بيري بارتم كارديوميوباسي. الحقيقه لحد القرن ال 21 كان اندر استيميتد اند ميس دايجنوزيس، وما كانش بيكتشف الا لما عيانه تيجي بوست بارتم كارديوجينيك شوك. الرود ماب بتاعتنا هتبيجن بالهيستوري وتنتهي بالانتر بروفيشنال تيم. الهيستوري زي ما قلت لحضراتكم في القرن ال 19 وال 20 اكتشفوا حالات بوست بارتم كونجستيف هارت فيلير، تمام، واعزوها ان ديت بريجنانسي ريليتد، لكن كلها كانت بوست بارتم. في القرن ال 21 في بدايته الدي ميكس لقى في حالات بري بارتم كارديوميوباسي، يعني لقى في حالات في الانتي بارتم بيريود ديسكفرد بي هارت فيلير، فخلوها بيري بارتم كارديوميوباسي. ده الهيستوري الكامل بتاعه من سنة 1971، دي أول حالة اكتشفت ببري بارتم كارديوميوباسي، وبعدها توالت الجايد لاين لحد 2010 كانت الهارت فيلير أسوشيشن لليوروبيان سوسايتي أوف كارديولوجي، أند لاستلي أصبح ليه جايد لاين سبيسيفيك في 2018 باليوروبيان سوسايتي أوف كارديولوجي. كلهم أجمعوا على الكرايتيريا اللي هقولها دلوقتي، هم ثلاثة كرايتيريا عشان كده سموه سندروم وليس ديزيز. قالوا ان هو هارت فيلير سكندري تو ليفت فنتريكولار ديسفانكشن ويز ليفت فنتريكولار ايجكشن فراكشن اقل من 45% اوكيرنس توورد ذا اند اوف بريجننسي اور ان ذا مانث فولوينج ديليفري موستلي ان ذا مانث فولوينج ديليفري. والحقيقه الكرايتيريا في النقطه دي اختلفت شويه، في ناس قالوا ان هو في اخر شهر من البريجننسي بعد 36 اسبوع وفي اول 5 شهور بوست بارتم، لكن كان عليها ديبيتس كتير عشان كده شالوا الارقام منها. اللي بنشوفه في براكتس ان هو فعلا في اخر شهر في البريجننسي وبعد البوست بارتم بست شهور، والاهم من ده كله ان يكون مفيش اذر ايدنتيفايبل كوز للهارت فيلير، يعني هو الحقيقه دايجنوزيس اوف اكسكلوجن ات فيرست. الانسيدنس بتاعه مش معروف لان هو الحقيقه ليه جيوغرافيكال فاريشن موجوده اول اوفر ذا وورلد. لقينا ان نيجيريا وهياتي اللي هي في نورث امريكا اكتر بلدين فيهم بيري بارتم كارديوميوباسي، والديسكريبنس كان عالي قوي لدرجه ان في نيجيريا لكل 100 ليف بيرث في واحده بيجي لها بيري بارتم كارديوميوباسي. بالنقيض بقى لامريكا ولشاينا بلاقي كل 5000 ليف بيرث بيجي لهم واحده بيري بارتم كارديوميوباسي، وده معناها ان في انفيرومنتال فاكتور وجينيتك فاكتور بتحكم المواضيع ديت لدرجه ان في وورلد وايد فاريشن في الانسيدنس بتاع البيري بارتم كارديوميوباسي. What are the risk factors؟ الحقيقة في probable risk factor دي تبقى related للبريجنانسي، يعني البيشنت اللي عندها twins pregnancy المالتي بارا اللي جاية بادفانسد ريبرودكتيف ايج او كانت بتاخد prolonged colicis دي بتبقى ريسكي. وفي نفس الوقت في proposed risk factor لو هي smoker او hypertensive او malnutrition او كانت African، تمام، دي برضو اعتبروها من الريسك فاكتورز. الحاجات الجديده بقى الايمرجنج ريسك فاكتور زي الجينيتكس والاوبيزيتي والبري اكلامسيا دول ريسك فاكتور للبيري بارتم كارديوميوباسي. لو هنبص على الباثوجينيسيس بتاعته الحقيقه في ثيوريز كتيره ومش معروفه، لكن في الاخر خالص الاي اس سي قالت لنا في حاجه اسمها مالتيبل هيت موديل. يعني ايه؟ يعني العيانه دي عندها رقم واحد جينيتك بريسبوزيشن فاميلي، وبعد كده بيحصل حاجة اسمها angiogenic imbalance during pregnancy in the form increased prolactin and abnormal prolactin product اللي اسمه 16KDA prolactin مع حاجة اسمها excess placental soluble film like tyrosine kinase. الاثنين دول بيزيدوا في البريجنانسي بشكل ابنورمال في العيانين دول، فبيؤدوا الى اندوثيليال ديسفانكشن واوكسيديتيف ستريس وانفلاميشن، بالاضافه لوجود الفيرال ايتيولوجي والكارديك ستريس اللي بيحصل ديورنج بريجنانسي في الهيمودايناميك ابنورماليتس اللي بتحصل. عشان كده سموها مالتيبل هيت موديل، مفيش باثوفيسيولوجي واحد يحكم الموضوع. فباقي اني العيان بيأثر له على بلاد فيسلز بيعمل لي اندوثيليال ديسفانكشن وبيأثر على الليفت فنتركل ويعمل لي ديكريز الكارديوميوسايت ميتابوليزم وبيقلل الكونتراكتيلتي اند تشامبر دايلاتيشن. ببساطه شديده لان هي الموضوع معقد جدا الحقيقه، واحده هيلثي وومن جت عندها جينيتك بريدسبوزيشن في فاميلي هيستوري
وعندها ريسك فاكتور اللي احنا قلناها من شويه، المالتي بارتي والتوينس وهكذا، بقت بريجننت. جوينج بريجننسي بيحصل انجوجينيك امبالانس ويتش ليدز تو اندوثيليال ديسفانكشن، كل ده ممكن يؤدي لي الى زي ما حضراتكم شايفين كده، مش عارفه، بيؤدي الى دايلاتيشن في الليفت فينتريكل اند كارديومايوسايت ابوبتوزيس، وهكذا يحصل بيري بارتم كارديومايوباثي. البريزنتيشن بتاعه ما يختلفش كتير خالص عن البريزنتيشن بتاع الهارت فيلير العادي، اللي هو ان فورم اوف فاريبل جريدز اوف ديزنيا اورثوبنيا، او العينه بتيجي باروكسمال نوكتورنال ديزنيا او كوف، تمام، واللور لمب اديما والجي في بي وهكذا. المشكله بقى في القصه دي، ده بي بي سي ام والنورمال بريجننسي في اللاست ترايمستر، زي ما اساتذتنا في النساء عارفين ان هو بتيجي العينه بشورتن سبريس، ممكن تيجي بفاتيج، ممكن تيجي بليك سويلنج وتاكي كارديا، وده ميميك الهارت فيلير. افرق ازاي؟ وده اللي خلى حالات كتير تبقى مزد وتبقى اندر استيميتد، خصوصا في البريفري، بيعتبروا ان هي دي مانيفستيشن عاديه للبريجننسي، لكن المفروض ان انا افرق الاثنين من بعض. طبعا هم بيشتركوا في هذه السيمتومز، لكن لو لقيت تشيست بين زي ما الدكتور محمد عبد الغني قال، ده مهم قوي ان هو يديني اتنشن ان ده مش بريجننسي عادي. لو لقيت العينه عليها ريلز، لان انا كلفت خاطري بس لما تشتكي ان انا اسمعها بالسماعه، لقيت في كريبيتيشن، لقيت العينه عندها باتسبلينوميجالي او بريزيستنت كوف كاردياك كوف، الحاله ديت ما ينفعش امشيها واقول لها ده الحاجات العاديه بتاعت البريجننسي دي، لازم طبعا هعمل لها ورك اب مختلف. ممكن يبقى بريزنتد باي مايلد مودريت او سيفير اكوردنج للايجكشن فريكشن، كل ما بيقل عن 35% بلاقي العيان جايب سيفير هارت فيلير، اللي هما بيبقوا السيفير هارت فيلير بيبقى جايب كارديوجينيك شوك وهيموداينامك اند ريسبيراتوري انستابيليتي، المودريت بيبقى جايب اكيوت هارت فيلير وداوت هيموداينامك انستابيليتي، او ممكن يجيب فيري مايلد هارت فيلير اللي هو شويه لور لمب اديما على ديزني. ده البريزنتيشن. حتى لقوا كمان الجيوغرافيك بريزنتيشن بيبقى مختلف، يعني في افريقيا غير اليوروب غير الامريكا، لكن اللي يهمنا الافريكا 57% منهم بيجي بنيها كلاس 3 اور 4، و37% بيحصل لهم ال في ريكفري. برضو البريزنتيشن بلاقيه الايجكشن فريشن نصهم او اكتر من نصهم بيبقى اقل من 36%، ودي حاجه مش كويسه خالص. برضو نفس الكلام 33% بس منهم بيبقوا بريزنتد انتي بارتم، والباقي بيبقى البريزنتيشن كله بوست بارتم. طبعا في كومبليكيشن كتير ممكن تحصل زي الثرومب امبليزم، التاكي اريزمي والسادن كاردياك ديس، او ممكن يجيلي ليتنت فورم الفيتال كومبليكيشن، ممكن يحصل فيتال ديتريس فروم هايبوكسيا. طيب الدياجنوزيس بتاعه انا هعمل ايفالويشن ازاي؟ رقم واحد هو ان لازم يبقى عندي هاي جريد اوف سسبيشن، العيانه جايه بتشتكي من سيمتومز ميمك البريجننسي، لازم يبقى عندي الاول سسبيشن، وزي ما قلنا ان هو دياجنوزيس اوف اكسكلوجن، هاخد منها جود هيستوري وهعمل كلينيكال اكزاميشن كويس جدا للبيشنت دي. لو لقيت عندها مانيفستيشن اوف هارت فيلير، العيانه لو كانت هايبرتنسيف اخد بالي ان دي ممكن تبقى بري اكلامس، بري اكلامس ممكن ديفرنشال دياجنوزيس للكارديومايوباسي، واز سيم تايم ممكن تبقى ريسك فاكتور للبيري بارتم كارديومايوباسي، وهنقول ازاي نفرق ما بينهم. لو لقيت العيانه نورموتنسيف او هايبوتنسيف، الجولد ستاندرد عندي ان انا اعمل ترانس ثوراسيك ايكو كارديوجرافي، وهي دي دياجنوستيك الحقيقه لحاجات كتير. دي حاله مثلا كان عندها الاكشن فراكشن تقريبا 30%، وفيها كمان ال في ثرومبس، ده اللي بنخاف منه في العيانين دول، ممكن يحصل ثرومب امبوليك كومبليكيشن بعد كده. طيب الايكو كارديوجرافي لقيت الايجكشن فراكشن اكتر من 45%، يبقى دي انذر ايتيولوجي غير البيري بارتم كارديومايوباسي، ممكن تبقى دايليتد، ممكن يبقى عندها انذر كوز عمل لها القصه دي، حتى الانيميا ممكن تعمل ديبريشن احيانا للمايوكارديوم. المهم لو اكتر من 45% يبقى ده مش بيري بارتم كارديومايوباسي. الايكو برضه هيساعدني في الاكسكلوجن اوف اذر كوزز زي كونجينيتال هارت ديزيز، زي الفافولار هارت ديزيز، also ischemic heart disease wise، يعني ممكن برضو بالإيكو أقدر أفرقها شوية من segmental one more variation. لكن لو لقيت left ventricular ejection fraction أقل من 45% أبدأ أحط إيدي على إن العيانة دي mostly peripartum cardiomyopathy، أعمل لها روتين lab كله بالإضافة لـ HIV والإضافة إلى الـ cardiac enzymes عشان دي مهمة جدا، والـ immunological studies اللي ممكن تفرق لي ما بينها وبين حاجات أخرى ممكن تعمل الـ cardiomyopathy. بعمل اي سي جي مش سبيسيفيك الحقيقه في الحالات دي خالص، بيجي لي ساينس تاكي كارديا، لكن بيهمني في البرونوزيس، يعني لو لقيت وايد كيو ار كومبلكس في الاي سي جي ده هيقول لي ان البرونوزيس بتاعها اوحش، والتريتمنت بتاعها بيبقى شويه مختلف عن العيانه اللي ما فيهاش الوايد كيو ار اس اكتر من 120 ملي سكند. ده الاي سي جي. الاكس راي الحقيقه مش بنستخدمها انتي بارتم ولا حتى بوست بارتم في وجود الايكو، لكن لو انا شاكك في انذر ايتيولوجي ريسبيراتوري ممكن اعمل تشيست اكس راي لو انا ما عنديش سي تي تشيست. الام ار اي الحقيقه بعمله في
debatable cases انا مش قادره افرق ده كارديوميوباثي ولا بتاع مايوكاردايتس، وده فعلا بيديني فكره كويسه خالص. يعني بتوع الكارديوميوباثي بلاقي اديمه موجوده في الترانسميورال وول في الكارديك ام ار اي. ام ار اي هاي جدا ان هو يفرق لي ده حاجه ترانسميورال وده فايبل تيشو ولا لا، يفرق لي ان ده اسكيميك ولا مش اسكيميك. فالكارديك ام ار اي من الحاجات الصيحات الجميله جدا دلوقتي عندنا في الكارديولوجي. وبعدين ممكن اعمل اندو مايوكارديال بايوبسي، ده طبعا مش موجود عندنا اتول، وساعات بيعمل بوست مورتم. الحاجات ديت بقى اللي هي الجينيتك تيستينج والفاميلي كونسلنج فيري اسينشال في الحالات اللي انا شخصتها بيري بارتم، لان ممكن يبقى له فاميليال تندنسي. تمام، فالجينيتك كونسلنج فيري اسينشال. البايو ماركر كلها حقيقي اللي مكتوبه في الجدول دي تقريبا فور ريسيرش بوربس، وانا عشان كده بشوف اساتذتنا في نسا ممكن نشترك ونعمل حاجات فور دايجنوستس اوف بيري بارتم كارديوميوباثي از ريجارد البايو ماركرز. اللي يهمنا فيها الدايجنوستيك اللي هي التروبونين، ده اللي بيتعمل عندنا، او الان تيرمينال بروبي ان بي او البي ان بي، ده فور دايجنوستس اند بروجنوزيس. ومن الحاجات المهمه البرولاكتين والسكستين كي دي اي برولاكتين، لان ده مهم فور مونيتورنج للبروكريبتين تريتمنت بعد كده، خصوصا في الناس اللي جايه بسيفير هارت فيلير. ات ذا مومنت ذير از نو سبيسيفيك تيست فور دايجنوزيس. ديفرنشال دايجنوزيس الحقيقي بتاع البيري بارتم كارديوميوباثي حط تحتيه كل الكاردياك كوزز بتاعه الهارت فيلير، رينجنج فروم كونجيتال لحد حتى الاتش اي في كارديوميوباثي. فللاسف شديد الديفرنشال دايجنوزيس فيري فيري وايد. اعمل له شورتنينج ازاي؟ لو لقيت البرزنتيشن ببساطه شديده جدا قبل 36 اسبوع، فكر في اي حاجه تاني غير البيري بارتم كارديوميوباثي في كل الاسباب الاخرى مش هنقولها يعني مكتوبه. لو بعد 6 مانس بوست ديليفري يبقى فكر في الفاميليال او الدايليتد كارديوميوباثي او المايوكاردايتس. دي اول حاجه بعمل شورتنينج او ناروينج للديفرنشال دايجنوز. لو البرزنتيشن حصل اثناء الدليفري وكانت كومبليكيتد تروماتيك دليفري، افكر في الامبليزم زي الامنيوتيك فلويد امبليزم او التاكسوبو كارديوميوباثي، ده بيبقى له بيكتشر مختلفه للايكو تماما. لو الاكيوت برزنتيشن حصل ايميديتلي بوست باتم او العيانه كانت واخده ميزو بريتول، لو سمحت افكر في الكوروناري ارتري سبازم لان ده مهم جدا، او حتى الكوروناري ارتري دايسكشن. لو هو جاي البرايمري بريزنتيشن بتاعه بصدم ديس او اريزميا حقيقي ما بيجيش بشكل دوت، يبقى فكر في الاريزموجينيك رايت فنتريكولار كارديو مايوباثي. طب ده بيري بارتم ولا بري اكلامسيا؟ ولا بري اكلامسيا عملت بري بارتم؟ الموضوع بسيط جدا، العيانه هايبرتنسيف هعمل لها ايكو كارديوجرافي لقيت فيها ليفت فنتريكولار هايبرتروفي هارت فيلير ويز بريزرفد ايجكشن فاكشن، يبقى ده بري اكلامسيا. لكن لو لقيتها هايبرتنس وفيها دايليتد كارديوميوباثي، يبقى غالبا البري اكلامسيا دي كانت ريسك فاكتور لحدوث البري بارتم كارديوميوباثي، بعيدا عن ان البري اكلامسيا تبقى بريزنتد ممكن قبل 36 اسبوع. ده الاكثر ديفرنشال دايجنوزيس بين قبله. التريتمنت از مالتي ديسيبلينري نيدنج اوبستريشن كارديولوجيست نيونيتولوجي وكمان الانستيسيولوجي مع اوبريتنج جروب كويسه خالص لازم تبقى معده للعيانين دول. هل الاول عيانه جايه بكيوت هارت فيلير ولا هي جايه بكرونيك هارت فيلير؟ دي بتنطبق عليها الاي اس سي جايد لاين بتاعه الهارت فيلير بتاعه 2018. جايه بريجننت ولا ديورنج لاكتيشن هتفرق، عشان الدراج ثيرابي للعيانين دول هيفرق عن دول انتي بارتم دراجز غير البوست بارتم دراجز. لو العيانه جايه باكيوت هارت فيلير بعمل اندكشن للماتوريشن بتاع اللنج، وبعد كده ببدا اجمع التيم بتاعي في خلال ربع ساعه. لو هو اكيوت هارت فيلير بيفرق معايا رقم واحد الفيتس، لو نون فايبل يبقى على طول ديليفري ونقول الموت. لو هو فايبل بتبقى مشكله كبيره بقى ان الاب والام عايزين يعيش او عايزين البيبي ولا لا، خصوصا ان انا ممكن اقولها انت مش هتحملي تاني، دي كارد مايوباثيك مش هيبقى فيه فرصه تاني. ففي الحاله دي لو هي محتاجه ان البيبي مصر عليه لازم ادخلها اي سي يو لو هي باكيوت هارت فيلير، واعمل تيلورنج للتريتمنت كله بتاع الهارت فيلير ماكسمايز التريتمنت بتاع الهارت فيلير، واعمل جود فولو اب. لو هي خلاص قررت الدليفري، الدليفري الحقيقه ببساطه شديده لو العيانه في الورد جاي بسب اكيوت هارت فيلير بعمل لها فاجينال ديليفري مفيش اي مشكله، بس اخد بالي من الفوليوم اوفرلود اللي بيحصل اثناء الفاجينال ديليفري وادي ابيديورال انستيزيا عشان ما ازودش بين عليها. لو هي موجوده في الاي سي يو يعني مودريت او سيفير هارت فيلير يبقى دي على طول سيزيريان سيكشن، ده المود اوف ديليفري. العيانه لما بتجي لي احنا كده خلصنا من البيبي، البيشنت بقى اللي يهمني الفيميل ديت اللي بريجننت جايه باكيوت هارت فيلير معاها كارديو بالمونري كولابس. يعني ايه كارديو بالمونري كولابس او كارديو بالمونري ديستريس؟ يعني العيانه جايه بكارديوجونيك شوك اكشولي ومعاها ريسبيراتوري فيلير، دي حاله بقى انت بتعتبر ايمرجنسي. بعمل اربع حاجات، اوبتمايز البريلود ان انا بدي فازو دايليتور زي النايتريتس او الدايوريتك، بس خلي بالي لازم البلاد بريشر اكتر من 110 سيستوليك عشان ادي الحاجات ديت.
تمام، وهنقول ايه هي دراجز، وبعد كده اتومايز الاكسجيشن باكسجين ثيرابي سواء كان انفيزيف او انفيزيف اكوردنج للكيس بتاعتي، وبعدين بدي بوزيتيف انوتروبس لو هي شوكت، واحسن بوزيتيف انوتروب في البريجننسي حاجه اسمها ليفوسيمندين، يمكن اول مره نسمع عنه، مش زي الديبيوتريكس. الديبيوتريكس والدوبامين قعد لي 3 دقائق بس، معلش انا قربت اخلص. تمام، فهو الليفوسيمندين بصراحه ليه بازو دايليتور افكت وليه بوزيتيف، بيعمل لي بوزيتيف انوتروبيك افكت، وهو اللي بروفد في البريجننسي اكتر من اذر بوزيتيف انوتروبس. تمام، يبقى الاربع حاجات دول، وبعد كده بعمل السيزيريان سيكشن، ولو حصل لها ريكفري او وينج تمام، او نعمل لها كارديا ترانسبلانتيشن. هم بره بيعملوا كده، يعني بيجيبوا كارديو ثوراسيك معاهم في نفس الوقت. لو العيانه كانت جايه لي والامور بتاعتها ما فيهاش كل اللي قلناه الكارديو بالمونري ديستريس، لو انتي بارتم بدل هارت فيلير ثيرابي، بلغ منهم ببساطه شديده الراس بلوكر كلهم زي ما قلنا، الاس انهيبيتور وراس بلوكر كونترا انديكيت ديورنج بريجننسي، الدايوريتيك اللي هو مسموح بيه في البريجننسي حقيقه، اللوب دايوريتيك والتورسامايد كلاس بي، الفروزامايد كلاس سي، يعني انا بدي التورسامايد افضل من، وتابع بقى العيانه لان هو بيقلل البلاسنتر بيرفيوجن، بيعمل هايبوتنشن. تمام، وبدي الهيدرولازين، لكن ده ممكن يعمل لي لوبا سايك رياكشن ومش موجود في مصر. النايتريتس مفيش مشكله فيها على البيبي خالص، فانا بدي هارت فيلير ثيرابي. البيتا بلوكر الميتوبلورول واللابيتولول هو اللي يعني هو بصراحه ابروفد ديورنج بريجننسي، ممكن دي مفيش مشكله خالص. وبعد كده اكونسيدر ديليفري فاجينا لو هي ستيبل. لو هي بوست بارتم ببدا ارجع كل الحاجات دي، راس بلوكر خصوصا الاس انهيبيتور الانابريل والكاتوبريل من الحاجات اللي ما بتبقاش سكريتد في الملك، فممكن استخدمها في العيانين دول كاس انهيبيتورز حتى لو العيانه هايبرتنسيف مش هارت فيلي. يعني في الهايبرتنشن ممكن اديهم كانتي هايبرتنسيف وبيقلل له البروتين يوريا. لو العيانه كانت بري كلامس الحقيقه انا جربتهم ممتازين حقيقي، كابتوبريل والانالابيل من الحاجات في البريست فيدنج بتبقى سيف تماما. وبعد كده بدخل بقى الام ار ال هو السبايرونولاكتون اللي كان كونترا انديكيتد في البريجننسي، ده بدخله بوست بارتم. حد يقول لي طب ايه هترضع اصلا البيشنت ديت؟ هي المفروض ان احنا انكارج اجينست البريست فيلينج خالص، لان البرولاكتين اكيوزد في الكوز بتاع البيري بارتم كارديوميوباسي، وعملوا لها بورد او اختصار كده للانتي فيلير تريتمنت في الاي اس سي، اختصرتها ببورد اللي هو البروموكابتين والاورال هارت فيلير دراس والانتي كواجوليشن والفازودايليتور ودايوريتيك. تمام، وبيختلف طبعا اكوردنج للهارت فيلير البرزنتيشن مايلد ولا مودريت ولا سيفير. احنا تقريبا غطينا الحاجات ديت، ودي الكلاسيفيكيشن بتاع دراجز اكوردنج للكاتيجورايزيشن في البريجننسي. الحقيقه بقى البروموكريبتين تريتمنت لحد دلوقتي الاي اس سي قالت كلاس 2 بي ريكومنديشن، اتعمل عليه بايلوت راندومايز ترايلز بس ما كانش في امريكا، الحقيقه كانت في انجلترا، وكلها ما وصلتش لمرحله ان انا اقول ان هو لازم دي، لكن هي كان كويس، يعني كان البنفيت بتاعه سيرفايفل، وكان على الموربيديتي والمورتاليتي كان الايفكت بتاعه كويس. زي ما حضراتكم شايفين البروموكريبتين ده بيعمل بلوك للباثولوجيكال والفيسيولوجيكال باس واي بتاع البرولاكتين، فبالتالي مش هينفع البيشنت دي تبقى ايه نيرسينج خالص في الحاله ديت. الانفيجيشنال تريتمنت بقى دلوقتي ان هم بيحاولوا يعملوا بلوك للاولاني بس ويسيبوا النورمال باس واي، بحيث ان المريضه ممكن تبقى لاكتيتنج هير بيبي مفيش مشكله من غير هازارد ولا حاجه. البروموكراتين بصراحه الدوز بتاعته بتختلف اكوردنج ليه العيان ده كان جاي بسيفير هارت فيلير ولا جاي مايلد هارت فيلير، واكوردنج الايجيكشن فراكشن والديوريشن بيختلف اكوردنج لده كله، وعشان احنا مش بنستخدمه كتير بصراحه فمش انا مش هدخل فيه. لو العيان الايجيكشن فراكشن بتاعها اقل من 35% بنعملها حاجه اسمها ويربول امبلانتبل كارديو ديفايبريليتور زي الاي سي دي، بس ده بيبقى ويربول كبريدجنج ثيرابي لان هي متوقع ان يحصل لها ايه امبروفمنت بعدين. انت مش عايز تديني انا هقول من غير او ناخد راي الجمهور. بعد حاجتين بس، ايه الكونتراسبشن اللي هستخدمها، والعيانه دي الكونسلنج بتاعها هيبقى ازاي. ببساطة شديدة هنختصر الأربعة سلايدز اللي موجودين كالآتي. زي ما قلنا إيجيكشن فراكشن أقل من 35% بدي الويربول إمبلانتبل كارديو ديفايبريليتور. بعد كده هتسألني طبعا البروجنوزس، الحقيقة بيبقى جود بروجنوزس لو الإيجيكشن فراكشن أكتر من 35% لو مفيش ثرومبس، لو مش أفريكان أمريكان البور بروجنوزس جاه أو الإي سي جي والدور بتاعه لو أكتر من 120 ملي سكند الكيو آر إس أو ديلي دياجنوزس. الحقيقة ده اللي أنا عايز استريس عليها، أرجوكم العيانة اللي تيجي في اللاست تريمستر بتشتكي من أي مانفستيشن أوف هارت فيلير، معلش مش هنخسر حاجة لما نعمل إيكوكارديوجرافي ونعرف بدري إن دي كده. مشكلة بقى إن العيانة ديت الموربيديتي والمورتاليتي بتاعتها بتبقى هاي 30% وبتزيد مع السبسيكوانت بريجننسيز، يعني ممكن يحصل ريكارنت، فهتقول لك احمل تاني ولا لا؟
احنا عارفين الشعب بتاعنا طبعا بيبقى وهي لو سهر بيبي اول مره هتبقى عايزه تبقى بريجننت تاني. ببساطه شديد الكونسلنج لو الايجكشن فراكشن بتاعها اتحسن مع التريتمنت 50% فما فوق فالمورتاليتي والموربيديتي هتقل فوق. لها احملي وعملها ستريكت سوبرفيجن اقل من 50% تبقى برو انهبيت توتال. التريتمنت بتاعها بقى هتاخد قد ايه؟ تاخد قد ايه انت فيلير تريتمنت؟ هتاخد لمده سنه بعد الكومبليت ريكفري للايجكشن فراكشن. يعني انا وصلت 50% اهو هديها لمده 1 يير كامل الانتي فيلير تريتمنت واستنى 3 شهور تاني اعمل لها فولو اب ايكو عشان اقدر اقول لها تحملي تاني ولا لا. تمام. طيب البريست فيدنج قلنا مش محبس خالص لازم تكات اوف. الكونترسبشن الحقيقه الكونترسبشن في عندنا البروجستيرون اونلي كونترسبشن او الاي او دي او الامرجنسي كونترسبشن دي عادي متاحه جدا للعيانه البيري بارتم كارديوميوباثي لكن الكومبايند هرمونال كونترسبشن لا خالص. الحقيقه دي كانت اخر حاجه في ميل بيشنت اتعملت احنا جات لنا احنا بصراحه ودي لايف بيشنت حبيت اعرضها لان هي كانت بصراحه يعني انا بعتبرها معجزه ان هي تحصل. جات لنا بفيفر وكانت في 33 اسبوع بريجننسي برايمي جرافيدا والعيانه كان بقالها 3 شهور فيفر راحت مستشفى ما في البريفري قعدوا يدوها انتروفينس ميديكيشن. جات لي بصراحه شفناها والزملاء عملنا لها ايكوكارديوجرافي لقينا كومبليتلي دايليتد ليفت سايد كان ايجكشن فراكشن بتاعها 30% عليها فيجيتيشن فيري لارج فيجيتيشن على الترايكاسبيد فالف. يعني العيانه غالبا كانت كارديومايوباثيك ودخلت في انفكتيف اندوكاردايتس في الرايت سايد ديو تو ميديكيشن. الحقيقه العيانه طبعا عملنا لها كل البانلز اللي تشخصوا هو ده بيري بارتم كارديوميوباثي ولا وايس. ثاني حاجه ثانيه هنا الاميونولوجيكال والفايرال وكل حاجه كانت نيجاتيف عندها. كان عندها طبعا سيفير ترايكاس بريجرج من الفيجيتيشن اللي موجوده ومودريت مايترا ريجرج ده انيولر مش فالفولر. عملنا عرض للكارديوثوراسيك قالوا فولو اب مش هنقدر ندخل فيها وهي بريجننت بالشكل دوت. الكيس للاسف الشديد ديتيريوريتد اديناها انتي بايوتكس المسموح بها بعد ما استشرنا الاوبستيشن وقالوا ان في انتي بايوتكس معينه نقدر نديها في الوقت الاول لان البيبي كان فايبل وهي مصره على البيبي. العيانه للاسف الشديد بعد الكلام ده كله حصل لها ديتيريوريشن كلينيكالي وبدات تدخل في سيبتك امبولاي في لونج. ده طبعا كله شخصناه بالبوكس بالالتراساوند مش بالسي تي ان مش هينفع نعملها سي تي. بدانا نعمل تشينج للانتي بايوتيك لحاجات اعلى زي الميروبينيم والافرزوليد عشان يغطي لي كل الاورجانيزمز بعد ما خد منها كونسنت انها تلوس هير بيبي. طبعا للاسف الشديد الفيجيتيشن كان سيم سايد استدعينا الكارديوثوراسيك تاني وهم الحقيقه استجابوا بس قالوا طبعا ناخد هاي ريسك وكونسنت ان دي هيحصل لها ديس. كلنا توقعنا ذلك الحقيقه يعني. تمام. حصلت معجزه وانا بقول بصراحه هو والدها يعني طبله وصعيد يعني هو حافظ للقران الكريم واحنا لما شرحنا له الحاله كان متقبل جدا سبحان الله العظيم يعني ان هو انا راضي بقضاء الله سبحانه وتعالى. قلنا لها انك انت هتدخلي كارديو ثوراسيك سيرجري اتعمل لها ترايكاسبيد فالف باي بروستيسيس واتشالت الفيجيتيشن المايتر ريجرج او انيلر فما تدخلوش فيه. البيشنت انا سالت عليها اتحولت من عندنا بوست اوبرتيف عايشه يا جماعه عايشه كانت ستيل الايف. تاني يوم الاوبريشن حصل لها كالكولار بيلياري كولنجايتس عملت اي ار سي بي. البيشنت لسه لايف يا جماعه لسه لايف برضو. انا ما انساش طبعا اسمها زهراء وكانت من ديروت وهي ادتني بيرميشن ان انا اقول. العيانه دلوقتي الحقيقه 9 شهور بوست بارتم ستيل الايف امبروفد الدنيا. الايجكشن فراكشن بتاعها اتحسن من 30% ل 48% وكانت بتاخد الانتي فيلير تريتمنت العادي انكلودنج الايرين اللي هو الانترستور وحضرتك تعرفوه طبعا اللي هو الفالزرتان ساكيوبوتريل. فعشان كده احنا شخصناها بي بي سي ام ميميك فايرال فيرسس ايديوباثيك لان هي البرزنتيشن بتاعها كان ايرلي قبل 36 اسبوع فقط واستمرت اكتر من 6 شهور. انا اسفه على الاطاله. ثانك يو فيري ماتش.